ورضينا بالإسلام دينا فاشهد
امتد امرنا الى تقيا من يدك الجريفه على الخوف، وغار بنا الشوق الى لقياك بنت الزوج الاعلى. فارزقنا اللهم لقيا، وارزقنا الاجتماع به في جنات النعيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطاهرين وعلى اصحابه الذين نصروا الدين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان. وصل اللهم على كل من شد الرحال الى المسجد الاقصى للطواف فيه للرباط فيه وعلى كل شاب مسلم في بيت المسجد واكنافه الى يوم القيامه. اما بعد، ايها المسلمون، الشباب في عصر الصحابه والتابعين ارادوا النصر لدينهم فانتصروا، وارادوا العزه لانفسهم فعزوا، لانهم عرفوا طريقهم وهو حمل القران وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمهما في شؤونهم وواقع حياتهم. ولم يجعلوا ما يسمى بالفيسبوك طريقهم الذي يجتمعون فيه، فكانوا كما قال الله في من خلقهم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ورقصنا على قلوبهم اذ قاموا، فقال ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد كنا اذا شرطا. يا شباب بيت المقدس وابنائه، حين اراد الصليبيون معرفه السبب الذي من اجله لا يستطيعون القضاء على المسلمين في الاندلس ارسلوا عيونهم، فوجدوا شباب المسلمين في الاندلس يجلسون في حلقات القران وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. همهم كتاب الله، همهم العمل باحكامه، همهم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، همهم الالتزام بها. فرجعوا وقالوا لاكيادهم لا يزال الوقت مبكرا لسقوط هذه الامه. ثم عادوا بعد فترة من الزمان فوجدوا شباب المسلمين منشغلين في ركوب الخيل والقناع والتشديد للنساء، فقالوا حينئذ الآن آن الأوان لاسترجاع الأندلس لأيادي المسلمين. فلماذا بعض شبابنا اليوم منغمس في الشهوات ويرقص وراء الضلالات؟ لماذا بعض شبابنا اليوم يرفض منهاج الله ويقتل شرائع الانسان الظالمه الناقصه؟ لماذا بعض شبابنا يضيع هويته الاسلاميه بالولاء للكفار والنفاق في الدين؟ اما انا ان يكون فينا شباب كمصعب بن عمير ذلك الشاب الذي ترك الغنى والسلام ليحمل الاسلام على عاتقه؟ اما انا ان يكون فينا شباب كوسيد بن حضير ذاك الشاب الذي نزلت عليه الملائكه وهو يتلو كتاب الله؟ وعبد الله بن الزبير ذاك الشاب الطوال الطوال. الا تخبرون ايها الشباب انكم عماد دينكم وامل امتكم بكم ننهض بعد قوتنا، بكم نقوى بعد ربنا، بكم نعود بعد جندنا. الله الله في اسلامكم يا شباب، الله الله في شعبكم وارضكم، فقد نصرتكم ايها الشباب. صلاح الدين شعب هزم الصليبيين، وقدر شعب سحر التتار، ومحمد بن القاسم الثقفي شعب فتح السن. شباب بللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا، شباب لم تخصمه الليالي ولم يسلم من الخصم العرينا، وما عرفوا الاغاني
المتفكرين عرفوا هدفه فصاروا اليه وحققوه فاصبحوا العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن دور الاديان الى عدل الاسلام وشبابنا اليوم يريدون رفع الظلم عنهم واطلاق الحريات لهم واطلاقهم ولكنهم يخطئون هدفهم فيلجأون الى العلمانيه واحرازاتها بالذي هو خير كونوا كابراهيم عليه السلام ذلك الشعب الفتى الذي حطم الاصنام وانكر على ربه كفرهم وقال لهم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون يا شباب بيت المقدس واسنانه ألا تحبون أن تكونوا كيوسف عليه السلام كان غريبا لا يخاف من العار وكان أعزبا لا يوجد له وكان المرأة العزيز لها منصب لا تخاف بسببه العقاب ومع كل هذا رفض يوسف الفاحشة وهرب منها ولجأ يسأل عن الكثير والقليل والكبير والصغير
عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني وعدتك كلمات، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حقق إليهم الإيمان، وزينهم في قلوبهم، وكرر إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظ شباب بلادنا بفضلك، وارعهم برعايتك، وابلغهم بعنايتك، واحفظهم بعينك التي لا تنام، فإنك أنت خير الناظرات، وأنت أكرم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله وأنتم مؤمنون به يا رب، فإن الله لا يستجيب دعاءكم من قلب طالب مستعد. اهتموا بأعمال الأمور، واحفظوا الراحة
فالميت من بعد نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وانتم ايها الحكام اتقوا الله في رعيتكم، اتقوا الله في شباب المسلمين، استجيبوا لمطالبهم واصلحوا واحكموهم بالاسلام الذي لا اصلاح الا فيه ومن خلاله. كفوا ايديكم عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امير ولا والي يدري من امر الامه شيئا الا اتى ويده مغلولتان وراء ظهره. فكل حاكم سياتي يوم القيامه الى قصد القضاء مغلولا يديه، فاذا كان عاملا كف قيده ومليا واظله الله بظله، واذا كان ظالما جاهلا كف على وجهه النار ويداه مغلولتان. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم انا نعوذ بك من شرار الاخلاق والاعمال والاحوال. اللهم انا نسالك من جبال رحمتك وعن علم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفرح في الجنه والنجاه من النار. اللهم اغفر للاسلام والمسلمين واعن ولايه الحق والدين ودمر الكفر والكافرين. اللهم احفظ الشباب المسلمين. اللهم احفظ اخطانا واخوانا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر على المسلمين وارزقهم الى اهلهم سالمين ظالمين. اللهم اعز الاجرين وبرجل يحكمنا بشريعتك واجل بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعطنا المسلمين واعز المسلمين واعز المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Thank you.
Thank you.